والآن جولة على المشهد السياسي مع زميلة جوزيفين ديب. مساء الخير جوزيفين. مساء الخير عامر. يوم نقلتي عن رئيس الحكومة أنه في حل يعمل عليه بالمسألة النزوح السوري، هل في يعني خطة جديدة؟ هل في حل متكامل أم اليوم مثل الخطط السابقة للحكومات المتعاقبة؟ لا، يبدو أنه اليوم في خرق، أنه في محاولة جدية رح تكون، بس لا يمكن أنه نقول أنه في حل، لأنه بعد ما نقرر الحل، ولكن في محاولة جدية لإقرار حل بالاتحاد الأوروبي عبر الرئيس القبرصي اللي كان عندنا. خلينا نشوف. دائما العبرة بالتنفيذ. ايه. مساء الخير. عنوان المشهد الداخلي منذ جريمة قتل باسكال سليمان هو اللجوء السوري وإمكانية تدحرج الوضع الأمني إلى الأسوأ مع تكرار أحداث الاعتداءات على السوريين وتحذيرهم بضرورة إخلاء عدد من المناطق. وبعدما أصبح ملف اللجوء ملحا وقابل للانفجار في أي لحظة، علق الرئيس نجيب ميقاتي للجديد على هذا الملف قائلا: سبق أن طرحت حلول وخطط في ملف النازحين وكلها لم توضع موضع التنفيذ، أما اليوم فإن الحلول للتطبيق ويتم العمل على حل مهم جدا جدا في ملف النزوح السوري يكشف عنه في آخر شهر نيسان. وفي معلومات الجديد أن النقاش حول الحل بدأ في زيارة الرئيس القبرصي إلى بيروت في الأيام الماضية. الرئيس القبرصي طرح في لقائه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون كيفية الوصول إلى حل لهذا الملف، خصوصا أن تداعياته تجمع قبرص ولبنان. وفي التفاصيل، صارح ميقاتي وعون الرئيس القبرصي بالأسباب التي تمنع عودة النازحين إلى بلادهم والأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة إلى أوروبا، وجرى الاتفاق مع الرئيس القبرصي على أن يحمل الأخير مطالب قبرص ولبنان ويعرضها أمام الاتحاد الأوروبي تحديدا في النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي سينعقد في أيار المقبل. وإلى حين انعقاد المؤتمر سيجري العمل على عدد من البنود التي كان يقرها الاتحاد الأوروبي حول ملف اللاجئين السوريين بعدما بلغت تعهدات مؤتمر بروكسل العام الماضي 9.7 مليارات يورو للمساعدات الإنسانية والتنموية. أهم البنود التي يفترض العمل على تغييرها هي استبدال بند العودة الآمنة أو المناطق الآمنة بالعودة عبر حل مستدام تحت الرعاية الأممية، استبدال بند تمويل اللاجئين من المنظمات الدولية في بلاد اللجوء إلى تمويلهم بعد عودتهم إلى بلادهم وإلى منطقتهم في بلادهم الأم سوريا. هذه البنود التي ستعود على لبنان بشكل إيجابي في حل هذا الملف وعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا اقتنع بها الرئيس القبرصي وتعهد بطرحها أمام الاتحاد الأوروبي آملا بأن تتغير المقاربة الأوروبية بالتعامل مع ملف اللجوء السوري بعدما أصبحت أوروبا معنية مباشرة به نتيجة هجرة السوريين إليها أو دخولهم غير الشرعي، ولا سيما أن لبنان كذلك غير قادر على ضبط الهجرة غير الشرعية بشكل نهائي عبر البحر إلى قبرص. أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي في حديث تلفزيوني أنه يجب إعادة السوريين إلى بلدهم أو أن يذهبوا إلى بلد آخر، لافتا إلى أن لبنان ليس طرفا ولم يوقع اتفاقية اللاجئين، وهو لا يكون بلد لجوء بل يكون بلد عبور أو بلد وجود مؤقت إلى حين عودة السوريين إلى سوريا. نحن نقول أنه يجب إعادة السوريين إلى بلدهم أو أن يذهبوا إلى بلد آخر، لأن لبنان ليس طرفا وهو لم يوقع على اتفاقية اللاجئين، ولبنان لا يكون بلد لجوء، إنما يكون لبنان بلد عبور أو بلد وجود مؤقت للسوريين لحين عودتهم إلى بلادهم. وهنا أقول أن هناك مناطق كثيرة في سوريا أصبحت آمنة، والدليل على ذلك أن العديد من السوريين الموجودين في لبنان يذهبون أسبوعيا أو يذهبون خلال الأعياد، وخصوصا نحن في أيام عيد يذهبون خلال الأعياد إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان. لفتت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية إلى أن القوات نادت وما زالت منذ اللحظة الأولى بوجوب عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وخصوصا أن الأمن في سوريا استتب وبإمكان جماعة النظام ومعارضيهم العودة إلى المناطق العائدة للنظام والمعارضة، وبالتالي لا حجة أطلاقا لاستمرارهم في لبنان. وأكدت الدائرة الإعلامية أن المطالبة بعودة اللاجئين السوريين أصبحت أكثر إلحاحا بعدما أصبح واضحا
حجم عدد الأعمال الإجرامية والمخلة بالأمن التي يقوم بها البعض منهم، ولكن القوات تشدد في الوقت نفسه على أن المطالبة بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم شيء، والتصرف بحقد وهمجية شيء آخر مختلف تماما. فالتصرفات التي نراها على بعض مواقع التواصل وبعض الممارسات التي نشهدها على الأرض مرفوضة من جهة ومريبة في الشكل والمضمون والتوقيت من جهة أخرى، كما استنكرت القوات التعديات الهمجية التي يتعرض لها بعض اللاجئين السوريين. لفت الكاتب السياسي جوني منير إلى أن كل المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية حتى الساعة تؤكد أن جريمة جبيل بعيدة عن الاغتيال السياسي، كاشفا من برنامج الحدث عن طوابير تعبث بالسلم الأهلي وعن رسالة دولية تلقاها الدكتور سمير جعجع مفادها نثق بالجيش. كمان أنه حتى السفيرة الأمريكية اتصلت برئيس القوة الدكتور جعجع وقالت، يعني كانت أقرب أنه نحن نثق بهذه التحقيقات اللي حصلت، وأنه طلبت نوع من الهدوء أنه نهدي الأوضاع أكثر، عدم التشكيك بالجيش اللبناني. ما بعرف أنا هذا، بس أعمل لك يلي سمعته أنه نثق بهذه التحقيقات اللي حصلت، وأنه يعني بإطارة مثل ما هي بإطارة هذا الخارج عن السياسة، وطلبت نوع من الهدوء تهدئة الأوضاع بس بانتظار انه تنتهي الصوره كلها سوا على بعض. واضح انه هن الامريكيين، ومش هيك قلت لك ما طلع ولا اي موقف دبلوماسي، ولا لو كان في شيء له علاقه هن اقتنعوا انه له علاقه امنيه او ابعد سياسيه. كنا شفنا طريقه تعاطي انه طبيعه الحال ما بدا اثنين يحكوا فيها، خصوصا انه جايين من سوريا، خصوصا انه سوريين. بعتقد كلمته بكره لسمير جعجع حتكون عاليه السقف، بعتقد بهدف مثل ما فهمت انه بهدف ربما للم الشارع. عم بيقول اجتمعت لجنه المتابعه المنبثقه عن كتل تحالف التغيير والتجدد والكتائب والجمهوريه القويه بالاضافه الى النائب بلال الحشيمي، واصدروا بيانا دعوا فيه الى تحويل يوم جناز الشهيد باسكال سليمان ظهر الجمعه الى يوم حداد وطني، تضامنا مع عائله باسكال سليمان وتحيه لروحه، واظهارا لتضامن جميع اللبنانيين مع الدوله اللبنانيه وسيادتها في وجه فوضى السلاح والفلتان الامني والسلاح غير الشرعي الذي يعاني منه لبنان حاليا. مع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرتنا. رامز، شكرا جوزيفين.